تتوالى إنجازات فرق النادي الأهلي وانتصاراته، فبعد تحقيق العديد من الانتصارات والبطولات في مختلف الألعاب في الأشهر القليلة الماضية، توج فريق ناشئات سلة الأهلي تحت 18 سنة بلقب بطولة منطقة القاهرة. فريق ناشئات سلة الأهلي استطاع بأداء قوي وتألق كبير أن يحسم لقب البطولة ويتغلب على المنافسات القوية التي اتسمت بها بطولة القاهرة، ليواصل سلسلة الانتصارات وحصد الألقاب. المباراة النهائية في البطولة شهدت تفوقا كاسحا لناشئات القلعة الحمراء على الجزيرة بنتيجة 79-35، بعد تقديمهن عرضا قوية وسيطرتهن على مجريات اللعب حتى النهاية بفضل السرعة في نقل اللعب والرميات الثلاثية. وكعادة جميع الفرق الرياضية بالنادي الأهلي عقب التتويج بالبطولات، أغلق الفريق صفحة بطولة منطقة القاهرة ليستعد لمنافسات أخرى وبطولات جديدة تحمل المزيد من التحديات والطموحات. يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا انتوا عارفين ومتابعين ومتعودين معانا في 10 الصبح في الاهلي ان احنا كل فتره والتانية لازم نتكلم عن بطوله جديده حققها النادي الاهلي من خلال اي فرقه من الفرق المختلفه، مش بس كره القدم، نتكلم في كل المجالات الرياضيه. طبعا النهارده هيكون معانا بطلتين من ناشئات السله تحت 18 سنه واللي فازوا مؤخرا ببطوله منطقه القاهره. هيكون منورنا النهارده مريم سطوحي وياسمين علاء الدين، منورين الدنيا، اهلا بيكم. اولا مبروك بداية كلام، وكاس طبعا حاجة عظيمة جدا، وأكيد إنجاز زي كده عشان يتحقق كان وراه صعوبات وعراقيل ومعوقات. نبتدي معاك انت يا مريم. احنا الحقيقة كنا مجهزين كويس، لأن احنا عارفين كل الفرق في 18 سنة بتبقى صعبة وبس، فاحنا كنا تمارين والناس بتيجي على الدروس بتاعتها عشان احنا كمان ثانوية عامة، فبس فكنا بنحاول بقى ننتظم في التمارين، واللي عنده درس يحاول يظبطه على ميعاد التمرين بس، وننزل كل ماتش مركزين عارفين ايه هدفنا، عايزين نخلص الماتش من اوله عشان كل الفريق يلعب ويشارك بس، والحمد لله يعني عدينا ماتشات. بس عراقيل ايه ده، الثانويه العامه لوحدها يعني حاجز كبير، اتصرفتوا ازاي في التفصيله دي؟ عادي، كنا بنقعد مع بعض يا جماعه معلش لازم نركز علشان الماتشات مهمه وكده، فمعلش تعالي على الدرس ومش عارف ايه وكده، لحد ما ظبطنا وعرفنا نظبط المواعيد التمارين مع مواعيد الدروس وبس، والحمد لله بقى اتمرنا كويس وكده وعدينا الماتشات. يعني ودي برضو حاجه مهمه، يعني رساله غير مباشره او حتى بشكل مباشر كمان، سواء للمهتمين بالشان الرياضي او كمان لاولياء الامور، فكره ان التفوق في الرياضه مش معناه اهمال الدراسه، انت تقدري تنجحي في الاثنين. بالظبط، احنا اصلا كمان عندنا اللي هي درجات تفوق رياضي، فاحنا طبعا لو حققنا حاجه ان شاء الله في الجمهوريه اول مركز من الثلاثه الاوائل بالظبط هيبقى اظن ب 10 درجات المركز الاول، ولا الوضع اختلف؟ لا قلت بتهيألي بقت 8 درجات و6 ده للمركز اوكي. يبقى قلت عن زمان، كان الاول 10 واظن 8 او حاجه زي كده. اوكي طيب، يعني برضو اكيد فكره ان البنت تبقى يعني منغمسه في تمرينات وبطولات ومعسكرات و يعني عايز اعرف عموما ايه المشاكل اللي قابلتكم في طريقكم وفي مشواركم للتفوق في كره السله بشكل عام؟ ممكن مؤثرين شويه يعني في الدراسه سنه طبعا بقى الخروجات، اصدقائنا دايما بيخرجوا كتير واهلنا احنا ما بنعرفش نشوفهم كتير، يعني دايما اللي هو الباسكت وانت لازم تنزل تمرن لوحدك عشان تحسن نفسك، فبتبقى دايما ناحيه الباسكت اكتر. يعني في مساحه كده يعني غير التدريبات الجماعيه برضو بيكون في مساحه لتمرينات فرديه؟ ممكن يعني لو مثلا تمرين بالليل انت ممكن لوحدك تنزل الصبح تشوت شويه عشان تجتهد وتزود يعني من لعبك وكده. احلى شوطه شوطتيها في حياتك الثلاثيه اللي ما تتنسيش في مشوارك كانت في اي ماتش؟ ممكن في اخر ماتش، فكره الروح الرياضيه بتاعه الجزيره معانا، كان ناقص لي شوطه واجيب سكور معين كنت عايزاه، راحت البنت وهي كوره معاهم اديتها لي انا وانا شوط ودي دخلت، فانا كنت متخيله بصراحه ان هي كانت ممكن تديها لي. طبعا لفته جميله جدا. طبعا جميلة. انا بشكرها جدا بصراحه. وبتفكروا في ايه، بتخططوا للفتره اللي جايه ان شاء الله، يعني سواء رياضيا او حتى اكاديميا بتفكروا في ايه، عايزين تدخلوا كليات ايه؟ لا الكليات يعني ممكن حاجه مثلا زي صيدله عشان بابايا صيدلي، فانا نفسي ادخل في نفس المجال. بتصعبيها على نفسك يا مريم يعني؟ لا ما عادي، ممكن واحد يبقى شاطر في حاجتين يعني. برافو، لا وانت اثبتي قدرتك على ده بس، فان شاء الله. انا ليا علاقه بالتصوير، بحب التصوير وكده الله، فنانه يعني لعبه باسكت وفنانه. طب اصعب بطوله اشتركتوا فيها او اصعب مباراه تحديدا ما تتنسيش بالنسبه لكم؟
نبتدي معاك. ممكن الجمهوريه عشان جهزنا نفسنا في 10 ايام بس لان كان التوقف بتاع الكورونا ده. فاحنا في 10 ايام قدرنا نلم الفرقه ونعمل كل الاستعدادات اللي احنا محتاجينها وخدنا اول جمهوريه يعني. فدي كانت صعبه جدا بالنسبه لي. بالنسبه لك برضو نفس الصعوبه ولا حاجه؟ هي نفس البطوله علشان كمان كان عندنا اصابات والحقنا في 10 ايام بس وكده، وكان فرقه صيد فرقه ما شاء الله برضو جامده، فان احنا نكسبها ونعدي فرقنا سكور كبير، فدي برضو كانت حاجه كويسه ان احنا جهزنا. بس الحقيقه دايما دايما ناشئات السله في النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله دايما عاملين شغل حلو. احنا تقريبا ما فيش يعني اسبوع بيعدي علينا غير لما نكون متكلمين في الجزء الاولاني من البرنامج من ضمن اخبار النادي الاهلي انتصار جديد انتوا حققتوه، فدي حاجه يعني كويسه جدا. النادي الاهلي وسله او سيدات سله النادي الاهلي ايه اللي بيتميزوا بيه عن بقيه الفرق المنافسه، وخصوصا ان الفرق المنافسه برضو قويه؟ هو عامة أي كابتن بيجي يمسكنا بيقول لنا روح الفنلات عن النادي الأهلي. أيوة. فهي دي بقى الفكرة إن هو يبقى ليك الشرف أنت نازل تلعب باسم الأهلي وعايز اللي هو الأهلي دايما رقم واحد. وهل روح الفنلة دي فعلا ممكن تفرق في الأداء؟ ممكن تخليكم تعكسوا سكور كنتوا خسرانين فتكسبوا؟ تفرق طبعا. حصلت معاكي قبل كده؟ كنا بنلعب الزمالك واحنا كنا كسبانين بس فكره ماتش اهلي وزمالك، فاحنا نزلنا بعد كده هم بقى نازلين فاكرين هم هيكسبونا وكده، واحنا ما كناش لسه لعبنا قوي. لما طبعا بقى الكوارتر التالت وكده نزلنا احنا لما الروح بقى الروح اشتغلت النادي فلازم طبعا وهناهم يعني الحمد لله كسبناهم كتير. مين فيكم متميز بايه؟ يعني انت مثلا هل مثلا الثلاثيات عندك متميزه؟ لا، اساسا هي الثري بوينتر. انا والله في الحوار ده ما شاء الله كنت واخده السنه اللي قبل اللي فاتت احسن هدفه 3 بوينت ما شاء الله. طب وانت بقى عنصر القوه اللي عندك ايه؟ انا في الريباوند بعمل راوند كتير بس تحت الباسكت يعني اكتر. وبتتفرجوا على يعني ماتشات الباسكت العالميه الفرق النسائيه دوريات الاجنبيه بتعملوا بس كده؟ اغلب الوقت متابع اللي هو بقى الاهلي وسبورتنج عندنا بنات عشان هي دي اقوى فرقتين يعني، والمنافسه دايما مش عارفين مين فيهم اللي هيكسب. وعالميا بتتابع مين؟ عالميا بقى بنشوف اللي هي ليكرز وسيلتكس حاجات اللي هي يعني مش بس بقى الكره السله النسائيه بس اتفرجوا على الباسكت كله يعني هم في الدوري الامريكي حاجه عاليه حاجه غريبه يعني حاجه غريبه جدا. طيب وبرضه نفس الوضع بالنسبه لك يعني؟ لا انا مش بتفرج بصراحه على ماتشات يعني لبره، بس بتفرج هنا عادي عشان مش بيبقى عندي وقت قوي ان انا اقعد اتفرج لماتشات. بس دي تبقى نقطه مهمه بتهيألي يعني اكيد مريم. انا بتفرج على ماتشات هنا عادي يعني، انا بقى اتفرج على مثلا الولاد اهلي واتحاد برضه ده بيبقى ماتش جامد قوي بالنسبه لنا بناخد بينهم حاجات برضه. اوكي. يعني بشوف شكلهم بيعملوا حركات ايه وكده ده برضه بنستفيد منهم فعلا. حلو. والفتره الجايه ان شاء الله هل بتستعدوا لبطوله معينه هتشاركوا فيها؟ بطوله الجمهوريه هتكون امتى؟ احنا مش عارفين لسه عشان في امتحانات اولى وثانيه ثانوي بس احنا الجمهوريه محتاجين نجهز لها جامد لان الفرق السنه دي اصعب من كل سنه واحنا كمان ناقصين عدد كل شويه في اصابات وكده ف يعني محتاجين نجهز نفسنا جامد. وفي نيتكم ان شاء الله يعني تكملوا في كره السله وخصوصا وانتم متفوقات فيها، ولا كل واحده فيكم مثلا عامله لنفسها خطه معينه ان انا هستمر في ممارسه الباسكت لغايه مثلا الجامعه لغايه لما اتجوز يعني ايا كانت الملابسات؟ لا يعني احنا مكملين ان شاء الله ان احنا على طول يعني مع الدراسه يعني حتى لو ممكن اطلع مدربه يعني لو بطلت باسكت يعني حابه مجال الباسكت فممكن ادرسه وادرب فيه كده. وانت بالنسبه لك؟ لا مش صح مدربه يعني بس لا ممكن اكمل فيه عادي احب اكمل فيه يعني احقق فيه حاجات اكتر. وليه ما تحبيش تكوني مدرب؟ لا يعني الكابتن الصراحه يزعق بقى وموضوع شد شويه. جات لك فرصه تزعقي؟ ما تزعقي. الموضوع صعب بقى ونقعد نقول لهم وقفوا على الخط وما يقفوش يعني. بالمناسبه مش سهله يعني الاحتراف الى اي درجه حاضر في حاله سيدات سله النادي الاهلي؟ يعني فكره الاحتراف عموما هل فكرتوا فيها في وقت من الاوقات؟ هل في واحده فيكم فكرت ان هي مثلا لو جات لها فرصه للاحتراف خارج مصر، ولا دي حاجه ما خطرتش على بالكم مثلا؟ هي جت في بالي بس انا مش قادر اعيش قوي بعيد عن عيلتي يعني وهما برضو ما اظنش هما هيوافقوا فشلت الفكره بصراحه يعني. وارد في حالتك انت يا مريم؟ هي بالنسبه للبنات اصعب من الولاد بس انا كنت الصراحه بفكر في وقت الجامعه ان انا يعني اروح مثلا حاجه بره يبقى ليها علاقه بالباسكت والجامعه في نفس الوقت، بس يعني لغايه دلوقتي لسه ما شفتش حاجه يعني او ما ركزتش في حاجه معينه. عموما ربنا يوفقكم ويكتب لكم الخير كده ان شاء الله الفتره اللي جايه، واتمنى يعني مبدئيا كل واحده فيكم تحصل على 8 درجات كامله التفوق الرياضي وتدخلوا الكليات اللي انتم بتحلموا بيها. نورتوني وشرفتوني. شكرا. اهلا بيكم. هستأذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه لاستكمال بقى او اخر فقره تحديدا من فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. اتفضل.